انا عايز اقف بس عشان انت جبت السيره وقلت من الناس اللي زعلوا الزميله الاعلاميه ريهام سعيد. تمام، ودي مش اول مره، انت قبل كده برضو اتكلمت عنها في الفرنجه. انا ما جبتش سيرتها في الفرنجه، انا مش انا مش انا حد تاني، كان هشام بقى والله. طيب انا معايا الزميله العزيزه ريهام سعيد، اهلا وسهلا. مساء الخير، ازيك؟ مساء الخير، اهلا وسهلا بيكي. انا برحب بيك طبعا وباحمد، وانبسطت قوي ان هو اول مره يجيب سيرتي بايجابيه. لا والله خالص. الراجل قال انك لو كنت زعلانه اعتذر لك على الهوا. لا لا انا مش زعلانه والله، انا بس اولا احمد انا فرحت بيه جدا، لان انا واحمد كنا في مدرسه واحده، بس انا طبعا اكبر منه، وهو كان مع اختي الصغيره في الفصل في مان هاوس، فكنت فرحانة قوي ان انا كنت شايفاه طفل وبعدين بقى كبير. دي اول حاجة. تاني حاجة، انا لما علقت ان انا زعلانة ما كنتش زعلانة من النقد او ان الافيه وكده، لان حضرتك عارف ان الحاجات اللي او الاغاني اللي بتتذكر في مسلسلات او كده دي بتبقى هتعمل مشاهدة او هتشد، فدي حاجة انا ببقى مبسوطة بيها. انا كنت متضايقة انه دايما بيجيبوا سيرة العفاريت اللي هي كانت حلقة واحدة. أيوه. في صبايا الخير على مدار 6000 حلقة مثلا، فده بيرسخ في أذهان الناس ده برنامج عفاريت، لأن في شريحة كبيرة قوي من الإيه كلاس ما بتتفرجش على البرنامج وبتتفرج أكيد على أحمد، فكنت متضايقة بس من ترسيخ الفكرة دي، لكن أنا أتمنى إن أحمد يجيب سيرتي في كل أعماله الناجحة. طب كويس، ده شرف ليا، شرف ليا يا هم والله. طب أنت زعلانة من أكرم حسني؟ هو عشان ما كانش مش معنى اكرم. طيب صحيح انا مش فاهم والله الناس اللي بتطلع. لا لا اكرم ما جابش سيرتي خالص اهو، وبعدين اكرم بصراحه نقطه ضعفي. يعني انا اكرم حسني في حاله عشق شديد بيه، احمد بحبه طبعا، بس اكرم يعني من الناس اللي انا بضحك عليها قوي وبحبها قوي قوي قوي، وعمره ما جاب سيرتي ولا في ابو حفيظه ولا في غير ابو حفيظه. ايوه طب دي حاجه تزعل، ده موقف منه ازاي ما يجيبش سيرتي؟ انا عايز دي بتهزر تاني والناس تاني عشان اسمي يتداول اكتر، بس بلاش موضوع العفاريت، لان انا نفسي خلاص يعني اتأذنت منه. بس بجد ببارك لك جدا يا احمد والف مبروك، وانا بعتذر لك تاني، بعتذر لك تاني لو كان وصل لك بشكل. لا ده خلاص على النهار عملت لنا مشاهده عاليه جدا، وبشكر طارق جنايني على اعماله العظيمه، هو راجل موهوب جدا، ومبروك ومن فضلك يعني مزيد من الاعمال على النهار، مش حته ثانيه. لا لا اهلا بيك في النهار، طبعا متاخره جدا ولا يهمك، بس يعني لينا الشرف انك معانا في النهار. ربنا يخليك، الشرف لي. بشكرك جدا، بشكر جدا، بشكرك جدا، بشكر الزميله الاعلاميه الكبيره ريهام سعيد اهو. وانا يعني كنت اجيب كمان جا، وحاسس انك يعني الدمعه هتنزل من عينك يعني. هي طبعا هي كنا طبعا في نفس المشهد. ايوه احنا كنا في نفس المشهد. لا وانا في ابو حفيظه برضه يعني عملنا سكتش كده، بس يمكن ريهام يعني يا ناسيه فالحمد لله، يا اما قصد تتناسى فالحمد لله برضه يعني في الحاله. لا بس انا بشكرها والله ان هي عملت المداخله، وموضوعه سهل وبسيط. لا ده الدنيا بسيطه يعني والله، الدنيا بسيطه يعني، وهي لو مش حد مهم وليه جمهور وكده انا عمري ما هجيب سيرتها يعني. طبعا.